مدينة ذات كثافة عالية مثل سيل بابي، يجد الصائمون ما يسعد ويبهج تماشيا مع أجواء رمضان، حيث الاهتمام بالشهر المبارك وحيث الالتزام ببرامجه المتمثلة في الإحياء والإحسان. هي عاصمة لولاية حدودية تمتد في العمق الوطني، وتجبى إليها ثمرات الوديان الزاخرة بالأشجار المثمرة، وتعرض في سوقها المركزي حصائد الموسم من زروع وبقول مختلفة، ناهيك عن حركتها التجارية المشهودة والمعهودة. وكان وقت ذروة التسوق ساعة ازدحام والتحام. المشهد ينبئك عن وفرة في المعروض من البضائع التي يحتاج لها القوام ويطلبها المتسوقون، لكن رب وافد يعرب قائلا الثمن غير ثابت بل يميل إلى الارتفاع أحيانا عشية رمضان. نعم، قد تعتريه أحكام الصعود والنزول والندرة والوفرة، مما جعل الحالة السوقية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مراقبة لكبح جماح الأسعار، حماية للمستهلك وصونا للصوم مما قد يعكر صفوه. إنها سيل بابي تبدو فرحة بمقدم الشهر المبارك، وتتراءى مشتاقة إلى استلهام قيمه ومعانيه، سواء تعلق الأمر بالإحياء المتجلي في الصيام والقيام والذكر والتعلم، أو تعلق بارتياد الحقول واستصلاح المزارع وتطويع ذلك خدمة للدين وحفظة القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. من أجل المحضرة القادم طلبتها من الجامع العتيق في سيل بابي في مشهد متكامل يجمع بين العلم والعمل، أو بين الإنجاز في المزرعة والامتياز في المحضرة. في هذه الحديقة يعمل هؤلاء التلاميذ خارج أوقات الدوام، هل عليهم شهر الصيام فزادهم إقبالا وتصميما. حالهم كحال أهل هذه المدينة ذات المساجد والمحاضر العديدة، وحيث الإحياء والإحسان بمناسبة الموسم المبارك. هنا في الجامع العتيق لا ترى إلا سالكا سبيل التالين الذين يقرؤون كتاب الله ويعلمونه للناس، سنة متبعة سنها السلف وتمسك بها الخلف. في شهر القرآن يتنادى السكان إلى رحاب هذا الجامع. دور هذا الجامع لعنا جامع العتيق وهو وسط مدينة سيل بابي، في جميع الأوقات يصلون يأتون إليه بالكثير لأنه قريب من السوق، وإننا محضر هنا. جامع كان مبني بالتين، لأن أول بناء الجامع كما أخبرنا سيوق الخادمين هنا أنه 1906، وأما تجديد هذا ده 2008 ما جال جامع قائما، وإننا محضر هنا. أسسنا المحضرة في 2013 وقت الذي كنت إماما هنا، برأت الإمام في هذا الجامع 2010، و 2013 أسسنا المحضرة هنا، نقول محضرة العتيق في وسط المدينة. فيما يخص وقت رمضان، كنا قبل 2018 في صلاة التراويح كنا نصلي من سورة بارا صلاة الإساء، نبدأ التراويح من سورة ألم تر كيف إلى والناس. وبعد 2018 المحضرة أصبح عندهم حفاظ، نحن نصلي صلاة التراويح هنا، نختم القرآن في سحر رمضان مرة، وفي عصر الأواخر أيضا نحن نختم القرآن مرة واحدة. لكن المحضرة تواصل عملها بالليل والنهار،
ويفد إليها أطفال الحي مستمسكين بتعلم القرآن في الصغر وبعد الكبر. بعض هؤلاء الطلبة لا يملكون ما يوفرون به طعاما، ولا يجدون لذلك سبيلا سوى ما تعود عليه هذا المعلم الجسور والصبور. لقد أنجز هذه المزرعة التي يخدم فيها من تجاوز المراهقة من التلاميذ، فيوفر غلتها يوم الحصاد لأهل الحاجة والفقراء من التلاميذ. عندنا محضرة، محضرة عندهم بعض الطلاب يسكنون هناك، وصيغ المحضرة يقوم بكفالتهم. وصيغ المحضرة إذا كان الطلاب فقراء، خاصة كثير منهم اليتامى والمساكين، ليس عند آبائهم إمكانيات. الحمد لله نحن ننتج بومية في كلام سونيكين قال جختاني، وإننا دلاغاني، وإننا سيبوم وسيمين وبرسي. نحن نعمل هنا ونأخذ بعد إلى الدار ونزعل مع وجبات، وبعد نذهب به إلى السوق نبيعه حتى نستطيع أن نستبعد المستلزمات المهدرة. في جانب آخر من المدينة، تواكب المحضرة الشهر الكريم بإعداد وتخريج حفظة القرآن الكريم، مما جعل المدينة تفخر بأبنائها القادرين بجدارة على إمامة التراويح وفي أي منكب من قدماقة. 2016 الحمد لله عاد عندنا حفاظ تلاميذ، ما شاء الله عاد فيهم الحمد لله عشرات تلاميذ حفظوا القرآن، عاد هم يقومون بالدور التراويح كل مساجد رمضان، نقرأوا في السيرة النبوية ونقرأوا فيهم واللي بلوغ المرام، هذا الحديث قالوا بلوغ المرام والله عمدة الأحكام، هذا اللي نعدل به في رمضان. إحياء رمضاني شمل مختلف المساجد وعم نواله جميع مناكب سيل بابي. الولاية الحمد لله كيف شفتوا تزخر الحمد لله بالمساجد، كثيرة المساجد الحمد لله وأهلها الحمد لله، خاصة أهلها القديمين يعتناوا بالمساجد كيف شفتوا، أبنائهم اللي مهاجرين في الغرب أول شيء يبدأوا به بناء مساجد لا يتعود الحمد لله لاحظتوها. هذه المساجد الحمد لله تعمر طيلة رمضان بالحمد لله القيام، وفي أكثريتها الحمد لله يكون هناك إفطار الصائم، والكثير من الصائمين يفطرون فيها. والوزارة جزاها الله خير، وزارة الشؤون الإسلامية من السنة الماضية بادرت بالإتيان بالإفطار في بدايته، وبالتالي يكون هناك إفطار الصائم وهناك قيام رمضان اللي هو تراويح. هذا بالإضافة إلى دروس في المساجد يقوم عليها قطاع الشؤون الإسلامية هون بالتعاون مع اتحاد الأئمة وهيئة العلماء، المجلس العلمي لهيئة العلماء. بعض المحسنين وفر إنفاقا وتولى تكاليف من أجل أن تؤدي هذه المحضرة رسالتها في الوقت المناسب تحفيظا لكتاب الله، ولكن بالأداء المتقن وبالتجويد الجيد. سيدي بابي قبل سنوات ما كان فيه حفظة ولا كان فيه قراء، الحمد لله ثمار المحسنين وثمار هذه المحاضر الحمد لله بدأت تعطي أكلها الحمد لله. هذه المحضرة افتتحت 2014 1 يناير، وكنا آنذاك ندرس فيها 70 طلاب الحمد لله، وحصل على الإجازة في قراءة نافع 18 منهم، 18 الحمد لله قضوا الإجازة في قراءة نافع هون حافظين القرآن الحمد لله، وقرأوا الرسم والضبط وابن برين، ومنهم من درس الأخضري، منهم من درس ابن عاشر، منهم من درس قروة الأبصار، منهم من درس الأربعون النووية، والآن بعضهم يدرس مختصر خليل وبعضهم يدرس ألفية ابن مالك. في المزارع حول المدينة وتحينا لزمن رمضان تؤتي هذه الحقول أكلها، حيث تنضج ثمرة المانجو وغيرها من الثمار، وبعد قطافها تؤمن عصيرا للصائمين وهدية للمتفكهين، يأخذونها مجانا أو بأسعار زهيدة في وجه آخر من أوجه البر والإحسان. أهمية كثير
خاصة في رمضان أصبح السباب الآن عندهم مكينات يأسرون المنقرة، ووقت المغرب يأتون بعض متطوعين إلى أسير المنقرة إلى المساجد لإفطار الصائم. والحمد لله هاي مواطن هنا وفر كثير من المنقرة، خاصة في رمضان كثير من الناس يأتون هنا ويجلسون تتذلل، وبعد ذلك يأتون سي ويبيعون سي. تحت أشجار هذا المانجو يظل الصائمون مستمتعين بالظلال إلى جانب العمال المثابرين، ثم يعودون بالإنتاج لمواصلة الإحياء ليلا. رمضان نيجي الناس لا يجي سمنا يسترح تحت ولا هاي نيجي انتهال شيء، والناس مال تبيع وش مالي أنا مال انتهال شيء بقى يأكل لا سبب الله يأكله بقى. الحمد لله سمنا شيء قاعد والتمر عندنا مال الحمد لله. وهكذا يطيب الظرف الرمضاني وتعتكف سيلباب في محرابه صياما وقياما، علما وعملا، إحسانا واحتسابا.